السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم نقدم لكم شرح أول بالنسبة لهذه القناة، شرح لشركة بايونير، كيفية التسجيل فيها وكيفية الحصول على 25 دولار، حالما أشدد على كلمة حالما تعبئ رصيدك ب100 دولار. يعني عندك 100 دولار وتعب حسابك في بايونير ب100 دولار، ستحصل على 25 دولار كهدية، يعني يصير في الكونت 125 دولار. هذه هي الشركة، هذا هو الموقع الرئيسي للشركة. وإن أردت الفوز ب25 دولار، كما قلت 25 دولار، رسالة أنك ستفوز ب25 دولار حالما تضع في رصيدك 100 دولار. يعني أنت يجب أن تعلم تأخذ كارت ماستر كارد لتفعيل حسابك في الباي بال. هذا أمر جيد. يعني أولا نذهب إلى هذا الرابط المحطوط تحت الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو. هذا الرابط، وتنتظر قليلا ثم تأتيك هذه الرسالة. ثم ماستر كارد انسكريبسيون مانتنو اي غاني 25 دولار انسكريبسيون. ثم تنتظر قليلا ثم تدخل الى الواجهة الرئيسية. انا صراحة انا قمت بتسجيل في الموقع، لهذا لا يمكنني اعادة التسجيل. انا ساريكم فقط يعني كيفية التسجيل. هنا تكتب الاسم، تكتب اي شيء، اسم الحقيقي والصحيح لأنه مهم جدا. هنا الاسم العائلي، أنا سأكتب لأن وضعت اسمي الحقيقي في عندما قمت بالتسجيل المرة الأولى. والآن تضع هنا تضع الأدرس، سأضع أدرس، أي أدرس حقيقية لك لكي أنا ستفعل منها الكونت. هنا إعادة كتابتها بسهولة. أنا تاد نيسونس، يعني كل يعرف منها. أنا أضع أي تاد نيسونس لأنني وضعت الحقيقية في وقت ما. ماذا يقول؟ لا، لن أضع هذه الأدرس لأنني قمت بالتسجيل بها 12 سنة، سأضع 93 وأنا لست أعمل ب93. نضغط على سويب ثم نختار الكونتري، يعني الجزائري. أضع الجزائر، الأدرس، أدرس، أدرس، سأضع الأدرس. الكل يعرفها. والنمبر فون، رقم الهاتف، ثم سويبهم. وهذه يعني تضع الباسورد، هاي الباسورد تريد. وهنا كيستيون سيكوريتي، هذه لا يجب أن تنساها أبدا. اختر الأسهل إليك، ويجب أن تتذكر السؤال الذي اخترته. ثم على سويفون، ثم نصل إلى الختام. تضع تيب دو دوكيمون دي، أي ورقة يعني تثبت الهوية، إما بيرمي دو كوندويت، إما باسبور، إما كارت ديدونتيتي. اختر كارت ديدونتيتي وأنت اختر أي ما تريد. يكتب هنا اسم رقم البطاقة، وهنا البلد، ثم تيرمين، ثم تضغط على كل هذه الخيارات ثم تيرمين. أنا لم أفعل هذه الخطوة لأنني قمت بإدخالها مرة واحدة، ولا يمكن إدخالها مرة ثانية. ثم
تصلك رسالة للجيميل، أنا في الجيميل وأنت في الإيميل، أو أين قمت أي بريد قمت بتسجيل به. الرسالة هي هذه، يقول لك أن بريمير إيتاب إيكم، ثم يطلب منك في أحد المساجات أن قمت بنزعها، يقول يطلب منك إدخال صور لبطاقة التعريف الوطنية، الجهة الأمامية والجهة الخلفية، يعني الجهة الأمامية يعني وين أين توجد الصورة، والجهة الخلفية أين توجد باقي المعلومات. أنا قمت بالعملية وخلال يعني 24 ساعة إلى يومين ستصل بالرسالة على بريدك الإلكتروني، ويقول ويفعل لك أنا ستيب 3، ستيب 3، وعندما يفعل لك ستيب 3 لقد سيتم إرسال بطاقة إليك في غضون أيام عديدة. حتما ستصلك الكارت خلال أيام، يعني أنا وصلتني بين 25 يوم و30 يوم، وستصلك في غلاف، سأبين لكم يعني الفيديو. في بعض الأحيان قد يستغرق الوقت كثيرا، لكن أظن في 30 يوم ستصل. يعني هذا ما وصلني من أمريكا من شركة بايونير، ظرف باي ايرميل، سنفتحها ونرى ما بداخلها. كما ترى شركة بايونير، سبق لي وأن فتحتها وكانت هكذا، الكرت ملصوقة مع الورقة، وتحت الكارت يوجد بعض الأرقام المهمة التي ستحتاجها في قادم الأيام. المهم، هذه هي الكارت ماستر كارد بايونير من شركة بايونير، يعني كارت جميلة. وصلني معها وأتفاجأت عند رؤيته. هذا الطرد فيه هدية صغيرة، لقد اختفت، لقد نزعتها من هنا. هدية صغيرة ستكتشفها بنفسك. بعد أن تصل يجب أن تتأكد أن هناك شيء اسمه مو بروفي دو سيرفيس دو بيمو يو اس، يجب أن تتأكد أنها موجودة. إن كانت غير موجودة فإن حسابك غير مفعل وغير حقيقي، لكن إن تتبعت كل الطرق التي قلتها لك ستجدها إن شاء الله. وعند وصول الكارت ستجد هنا تفعيل الكارت، أين ستجدها؟ ستجدها هنا، ستضغط عليها ثم يؤدي بك إلى سوف يطلب منك إدخال بعض الأكواد، يعني كود المكتوب في البطاقة التي أريته لك قبل قليل، الكود الثاني كود بين، سوف تكتبه أنت من رأسك، والكود الذي ستحتاجه عندما تذهب لاستلام المال من المصارف الآلية هو كود من 4 أحرف أو 4 رموز، سوف تحصل عليه على المال بفضل ذلك الكود، إدخال البطاقة زائد ذلك الكود. يعني وحالما تقوم بتفعيل الكارت سيقول لك فوتر كارد دو دي بي ماستر كارد اي ديزورمي اكتيف. عندما تأتي هذه عندما تأتيك هذه الرسالة، خلاص قد قمت بتفعيل الكارت وتفعيل حسابك في بايونر، والآن كل ما عليك هو
بل هي بمئة دولار، كي تحصل على 25 دولار، وكي تفعل بها الباي بال، ويعني شيء جيد. وعند جلب الزوار سوف تجد هذه الرسالة عندما تدخل إلى حسابك. هذه الرسالة كاني 25 دولار، يعني جمع الناس يقوم بالتسجيل عبرك، والربح منهم من تسجيلاتهم ب25 دولار. هم يفوزون ب25 دولار، وأنت تفوز ب25 دولار، يعني متكافئ، يعني لن يخسر صاحب الذي قام من يقوم بالتسجيل من عندك، فهو لن يخسر أي شيء. قم ببليته في فيسبوك وفي تويتر وحصل والإيميل، أو حصل على الاسم، على حصل على الرابط وإرساله للأصدقاء. عندما يقوم بالتسجيل والتفعيل وجمع 100 دولار، سوف تحصل أنت على 25 دولار، ليس من رصيدهم بل هدية من الموقع. لم يبقى لي إلا أن أشكرك على المتابعة وحسن التتبع، رغم أنني جديد في هذا الميدان، لا أتقن جيدا الشرح. إن شاء الله سوف أتحسن يوم بعد يوم. أرجو أن تضغط على سبسكرايب لترى مزيد من الفيديوهات التي سوف أصنعها يوما بعد يوم، وأضغط على لايك، وأي سؤال اطرحه في التعليق وسأجيب بكل صورة. شكرا.